السلام عليكم. زين. أم المحمدين. ازيك يا مسعد بيه؟ مالك ما حسس انك شفت عفريت كده ليه؟ ولا كانك تكون فاكر انك ما كنتش هتشوفني بالبدله دي تاني؟ ليه يعني؟ ما انت في كليتك. وشك كده بيقول كاني كنت رايح حرب ويا عالم هرجع منها ولا لا؟ لا حرب يا زين، كفى الله الشر. وبنسبه البدله زين بيه محتاجه تتجيف حبتين عشان واسعه عليك حبتين. بتهيألك يا كتكوت بدله على مقاسي، دي معموله عشاني. الواسعه دي حاجه تانيه. جو ومعلش، الامانه اللي كنت سايبها لي في الشنطه انا رميتها. امانه ايه دي؟ الامانه اللي كنت داسسها لي في الشنطه، اللي سيدك قال لك حطها لي في الشنطه، بس وعدها هرجعها لك تاني. هترجعها لي كيف؟ هتلاقيها في شنطتك، هتلاقيها تحت مخدتك، في سروالك، المهم انها هرجعها لك، هرجعها لك. المهم انا مش جاي عشان الكلام ده كله. انا جاي عشان كان في 200 جنيه دافعهم عشان افض خلاف بينك وبين الراجل ده. واضح دلوقتي انك كنت صالحته داخل، لقيتكم بتضحكوا مع بعض. كان عايز ال 200 جنيه بتاعتي. معيش امتناك. ايه؟ معيش. قلنا كده ما تضحكش عليا. ابو سعد بيه. معيش. ليه بتقولي كده يا أم؟ قلبي مش مرتاح يا بنتي. خالتي صالحة قالت لك حاجة؟ والله ما قالت لي حاجة. أمال إيه يا أم؟ في إيه؟ حاسة إنه مش ميال ليك يا بنتي. وإيه اللي محسسك بكده؟ الحاجات دي بتبان من نظرة. طب أعمل إيه أنا؟ ما تعلقيش نفسك بحبال دايبة. لو قلبي بيقول لي غير كده يا أم. صباح الخير يا ولدي. صباح الخير يا أمه. قالوا لي زنت الرجالة قاعد لوحده، قلت أعمل لك كوباية شاي تعدل مزاجك. أحلى كوباية شاي في الدنيا. ربنا يخليك يا ولدي. توحشني قعدتك والله. ربنا ما يغيبك يا ولدي. تعرف الواد طه أخويا ده هيطلع في حاجة لله أمه. عمري ما شفت طفل بيلف ورا ياسين التهامي بالشكل ده. أيوه. قول لي ده. طب ما انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ بقول لك يا ولدي، انا هقولها لك طص كده. ما نفسكش تتجوز وتفرح قلبنا وتجيب لنا صالح الصغير نلعب بيه؟ اما جوازي دلوقتي يا اما، لسه عندي رحله طويله يا اما، مش لما اتخرج الاول. ناقصك ايه انت؟ ناقصني خبره، الجواز ده محتاج خبره وانا ما عنديش خبره لسه. ما ناقصكش حاجه. كل قاعده عرفيه قعدتها ويا ابوك زودت عمرك 10 سنين. على قد انا عندي دلوقتي 300 سنه. يبقى فاتني قطر الجواز يا امه. يقعد ما تضحكش علي بالكلام. عايزة تقولي ايه يا امه؟ ويا رب اللي في دماغي ما يطلعش صح. ليلي. ليلي. اللي في دماغي صح يا امه. بنتنا ومربيينها وعارفينها. طب انت يرضيك يا امه اخلف عيال هطل؟ يرضيك اخلف عيال متخلفين عقليا؟ ليلى دي لو اتجوزتها بعد اسبوع تلاقيني مجذوب في الشارع. عشان قرايب يعني؟ لا مش عشان قرايب، ما انا ابويا وامي قرايب الحمد لله، ما طلعتش متخلف ولا حاجه. البت حلوه وزي القمر، بس ربنا اداها الحلاوه وخد عجلها. ربنا ما بيديش كل حاجه. والله يا ولدي البت دايما في زيها. انا مقدر اللي جواها ليا يا امي، وعارف انها بتحبني من واحنا عيال صغيرين. بس انا ينفع اتجوز اختي؟ انا عمري ما شفتها غير اختي يا امي. وانا ما شايفهاش غير عروستك. وانا اللي اعيش معاها مش انت يا امي. أنا اللي هتلجح جنبها على سرير واحد، أنا اللي هتاكل دماغي ياما. شايف أختي وعمري ما أشوفها غير أختي ياما. طب شوفها تاني. العظيم. أشوفها تاني ياما. حاضر. وعد يوم الثلاثة الجاي أشوفها تاني بإذن الله. ده من علامات القيامة. مد يدك على أمك عشان مرتك. طب مرتك تقدر تعوضها؟ أمك تعوضها كيف؟ ولا عشان أبوك ميت ومحدش يحملها؟ أنا عارف إن أنا غلطان يا حاج صالح. حقك عليا يا أم. تعرف إن أبوك الله يرحمه كان صاحبي؟ كان موصين على أمك. كان
الله صين عليك انت كمان. انا راضي بالحكم اللي تحكم بيه حجي صالح. تعرف يا سعيد ابوك الله يرحمه لو كان عايش كان عمل ايه؟ كان عمل ايه يا حجي صالح؟ انا اقول لك كان عمل ايه؟ كان عمل كده. خلاص حجي صالح سامحك، خلاص حجي صالح مسامحاه، خلاص مسامحاه. بحب على راس امك. حقك عليه يمه، حقك عليه يمه. راح يا رئيس المديرية ومعاه ملف كامل فيه كل حاجة عن شغلنا ده، وجمع معلومات عن كل البيوت والأرض اللي اتاخدت واللي طالعة منها. طب كده يا رئيس يبقى الموضوع دخل في الغميق. شكل البلد كده مش هتساعد احنا التنين، قصدي احنا التلات. اعتبره حصل يا ريس. نقعد ونرتبوها. خسارتك يا صالح. قول الغريب يجهز عربية عشان يوصل زنبير المحطة. حاضر يا حاج. يوم ولدتك يا زين أمي جتني في المنام وقالت لي مرتك هجيب لك نسر. صحيت من النوم على خبر الولادة وعرفت إن نادية جابت واد. قلت لها يا نادية إحنا هنسمي نسر. قالت لي إحنا مش كنا متفقين على زين؟ مرضتش أزعلها وقلت زين زين. الحمد لله إنك سمعت كلام أبو. أبوه أضمن اللي مختار لك اسم زين. وبعدين حتى لو كنا اخترنا لك اسم نسر كنت هربيك لحد ما تطلع زين صفاتا واخلاقا كيف ما شايفك ابدا. اللي فكرك بالمنام ده دلوقتي يا ابوي؟ فكرني بالمنام ده المنام اللي شفته النهارده. خير اللهم اجعله خير. امك جاتني في المنام وشها كان كيف البدر، كان في يدها قفص فضة فيه نسر. نسر ما شفتش بجماله، فتحت له الباب وجت في حضني قالت لي توحشتك يا صالح. خدتني وخرجت. عمري ما بشوف دموعك يا ابوي غير وانت بتذكر اسم امي. الله يرحمها. الله يرحمها. كان نفسي تشوفك وانت بالبدلة دي، كان نفسي تفرح بيك زي ما انا فرحان بيك دلوقت. حاسس ان بعد قرب. بعد الشر عليك يا ابو. عمر الموت ما كان شر، موت حق. وبعدين ابوك عمل كل حاجة الانسان ممكن يفكر يعملها في حياته. شبعنا من الدنيا. ربنا يديك الصحة وطولة العمر فيما يرضي يا أبو. يلا يلا قوم عشان ما تتأخرش على القطر. أشوفك على خير. تروح وتجي بالسلامة. زين. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. بصي هو طيب وجدع بس مش شبهك. ايه شبهي ومش شبهي دي؟ هو انا بقول لك احنا اخوات؟ اي فاتي وخلاص. ده اللي انت بتقوله ملوش علاقه بالموضوع خالص. امال قرفاني اسال عليه من الصبح ليه يعني؟ طب بقول لك ايه، نتغدى؟ ناكل برجر؟ جدا. لا اتغدوا انتوا. انا لازم امشي عشان اطلع الكليه. يلا سلام. باي.